سلسلة من اللقاءات وسلسلة من الأوراش التي انخرطت فيها جماعتي تملون هيئتين ودورهما كذلك البالغ في تفعيل آلية الديمقراطيين والمواطنات عن آرائهم عن هذه الخطة وعن المحاور الأربعة التي اليوم بإعلان انطلاقة يعني المرحلة الثانية من مشروع خطة جماعة انفتاح جماعة أي تملون. هذه الخطة التي تعمل على الصياغة المشتركة لمشاريع الانفتاح من خلال تنقيحها وتجويدها في أفق عرضها على التشاور العمومي الرقمي، وقصد أيضا عرضها على التداول والمصادقة على المجلس الجماعي لأي تملون في دورته العادية لشهر أكتوبر. السياق هو أن جامعة أي تملون هي منخرطة في الشبكة المغربية للجامعات الترابية المنفتحة. هذه الشبكة التي تضم 66 جامعة ترابية على الصعيد الوطني، نعتبر بأن هذا تميز آخر لجامعة أي تملون ينضاف إلى يعني مجموعة الأشياء التي تتميز بها. وهذا الانخراط جاء بغاية الانفتاح وتعزيز ونشر ثقافة الانفتاح المتمثلة في الشفافية والمساءلة وأيضا الولوج للمعلومة والمشاركة المواطنة. احنا الآن في إطار اللقاء التشاوري لصياغة خطة انفتاح جامعة أي تملون برسم سنة 2024-2025، واللي كيندرج في إطار البرنامج الوطني للجامعة الترابية المنفتحة اللي تبناته وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب وجمعية أمباكت للتنمية. نحن الآن في المرحلة الثانية من صياغة مشروع خطة الانفتاح، واللي كتهم التشاور حول 26 مشروع انفتاح، واللي انبثقت من 129 فكرة ومقترح تم تجميعها لدى المواطنات والمواطنين ولدى جمعيات المجتمع المدني، واللي اندرجت في إطار أربع محاور واللي كتمثل في الابتكار وتجويد الخدمات الجماعية، الشفافية والتواصل والحصول على المعلومة، مشاركة المواطنة، ثم المساواة وإدماج النوع الاجتماعي. وإحنا الآن يعني هذه الورشة هذه بمثابة استرداد الورشة السابقة كانت تم تنظيم ديالها في 28 فبراير 2023، وكانت بمثابة الانطلاقة ديال المرحلة ديال الإعداد المشترك لخطة انفتاح جامعة أي تملون، وهذا في أفق العرض ديال المشروع ديال الخطة على المجلس الجماعي لأي تملون في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 المقبلة إن شاء الله. أنا هنا كنمثل أعضاء الهيئة ديالنا، شاركنا بقوة في إطار برنامج الجماعات المنفتحة، شاركنا في وضع وتأطير المقترحات وتنقيح ديالها باش نوصلوا بالجماعة ديالنا لواحد المستوى اللي هو يليق بالساكنة ديالنا. والحمد لله كانت المشاركة ديال الهيئة ديالنا سواء في مقاربة النوع أو لتكافؤ الفرص، يعني المرأة دائما كاين عندها واحد الحضور، وكنتمنى ان شاء الله هاد البرامج اللي وضعت الجماعه تكون عند حسن ظن العموم ان شاء الله. احنا اليوم في اطار اللقاء الثاني اللي دار مع الهيئات الاستشاريه بجامعه اي تملون وايضا المجتمع المدني في اطار الجماعه المنفتحه واعداد مشاريع برنامج الجماعه المنفتحه اللي جنب بعد مجموعه من الاجتماعات. وحنا كهيئه استشاريه داخل جامعه اي تملون يعني ساهمنا بمجموعه من المقترحات والمشاريع، واليوم احنا في صدد اننا نزيدوا نفصلوا في هذه المشاريع هذه ونختاروا شنو اللي انسب انه يتحقق في ظل ظرف سنتين. والمنتظر ديالنا اليوم من هذا اللقاء هو اننا نزيدوا نثبتوا بالمشاريع ديالنا، ولما لا انه يكونوا مقترحات اخرى اللي كتدعم المشاركه المواطنه وكترسخ فكره المبدا اللي جات به الجماعه هو اشراك المواطنين في اختيار ووضع مشاريع لمدينه أي تملون.